هانتسفيل في ولاية تكساس من أكثر المدن الأمريكية التي شهدت تنفيذ أحكام بالإعدام منذ القرن التاسع عشر. إذ تضم هذه المدينة 7 سجون ومقبرة للمساجين كانت كافية لمنحها السمعة السيئة. سجن وولز يونيت أقدم سجون ولاية تكساس وأشهرها، يقع في وسط المدينة ويضم مقر غرفة الإعدام فيها. جيم ويلد أشرف على تنفيذ 89 حكما بالإعدام على مدى 30 عاما حين كان يعمل آمرا للسجن. أما اليوم فيعمل ويلد في متحف سجن ولاية تكساس. كنت أعطي الإشارة لمنفذ الحكم للقيام بعمله، بعدها وفي غضون 30 ثانية يبدأ المسجون بأخذ أنفاسه الأخيرة. هذا الكرسي الكهربائي والذي يعرض اليوم في متحف سجن الولاية كان المسؤول عن مقتل 361 سجينا، ويقول جيم أنه على الرغم من إشرافه على أحكام بالإعدام أكثر من أي مأمور سجن آخر في الولايات المتحدة، إلا أن الكثير من الشكوك كانت ولا تزال تجول في خاطره حول مدى صحة تطبيق هذه العقوبة. فكرت كثيرا بمدى صحة أو خطأ هذه العقوبة ولم أصل إلى أي نتيجة، لطالما شعرت بأنني لست أكثر من مسمار في عجلة ضخمة. كنت أقول في نفسي إن منفذ الإعدام هو من يتحمل المهمة الأصعب، ولكن العبء نفسه يقع على القضاء. بالتأكيد لا أتمنى أبدا القيام بوظيفتهم. وفي العام 1965 تحولت ولاية تكساس إلى استخدام الحقن القاتلة في تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أن بعض الدول مثل دول الاتحاد الأوروبي والتي تمنع تطبيق هذه العقوبة تفرض حظرا على تصدير الحقن القاتلة، غير أن تكساس لا تزال تملك مخزونا كافيا منها. لقد رأيت مفعول هذه الحقن، كانت سهلة وبسيطة وفعالة جدا. أنا لست مع منع تصديرها، ولكن إذا كان الأوروبيون لا يريدون إرسالها إلينا فلهم الحق في ذلك. ويشكل السجناء أكثر من ثلث سكان هانتسفيل، البالغ عددهم 38,000 نسمة، وأكثر من ربع المدنيين هنا يعملون في مصلحة السجون، ولكن هناك من هم مثل القسيسة شيريل التي تعارض القتل الذي تقره الدولة. لا أستطيع أن أتخيل أننا نحقق أي شيء عندما نعاقب القتل بالقتل. في السابق لم أكن أعطي هذا الموضوع أي أهمية، ولكن العيش هنا جعل من المستحيل علي أن أتجاهل ذلك. السجناء المحكوم عليهم بالإعدام هنا ينتهي الأمر بهم في مقبرة سجن هانتسفيل، حيث يتميزون عن غيرهم حتى في موتهم بعلامات توضع على قبورهم لتظهر أنهم أعدموا.